فراغ عشان يسافر انا وفراغ حافظ اول بقى ام حافظ لا العسل ما شاء الله لقوة الله السلام عليكم يا منور الجزيرة كبير منور غسيل الناس منور أهلا منور أهلا السلام عليكم السلام عليكم يا فندم يا فندم احمد الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعمارة الأرض وهذا نموذج من نماذج عمارة الأرض يتعاون فيها المجتمع المدني مع الجهات الحكومية ومع رجال الأعمال وبهذا المثلث في خدمة المجتمع والناس ايوه ماشي معاك طيبة وانا مش عارف انت بتصور مين دلوقتي تعالى جوه معانا خليك معايا جوه معايا اول ما تيجي تصور تاني همشي لك انا خلاص انا شايف مبارك لاهل النخيلة وان شاء الله هذه القرية السادسة يكون بعدها قرى كثيرة حتى ننمي المجتمع المصري فالناس والإنسان هو هدفنا والإنسان قبل البنيان نهتم بالبنيان ولكننا أيضا نهتم بالإنسان وفاء حليم شيك ب5000 جنيه أسماء حمدي محمد شيك ب5000 جنيه نفيسة شحاتة محمد زين شيك ب5000 جنيه شحاتة أحمد شحاتة أرض حسن بقيمة 4000 جنيه اللي يكون في تنميه حقيقيه تنميه مش مجرد ان احنا ندي الناس حاجه عشان تساعدهم على ان هم يعيشوا لا احنا عايزينهم ان هم يشتغلوا ويستفيدوا بالفرصه اللي هم خدوها عشان يبقى في عندهم حياه كريمه وهو ده الغرض من المشروع احنا عندنا ملفات حقيقيه واضحه مهمه جدا لكل مواطن سواء في الصعيد او في غير الصعيد ميه وصرف مهتمين جدا بمواضيع ميه وصرف كلها كمشاريع انها تبقى شغاله ان احنا عندنا عجز رهيب جدا عندنا مشاريع بقى لها فتره طويله جدا ما اتفتحتش او ما خلصتش في الميعاد المناسب بتاعها ده اللي احنا مهتمين بيه جدا النهارده عندنا ملف التعليم بالكامل في مراجعة كاملة لملف التعليم التنمية هي ان انت تعمل كل ما يخص حياة المواطن وخدمة حياة تقدم له هي دي التنمية الحقيقية